ليلى غدار، هيد اوف سيرفيس اند مينتنس ديبارتمنت بشركه غدار، وشريكي مع اخواتي الخمس بنات وصبيان. اللي نجحنا بهذه الشركه انه انا واخواتي كل وحده مستلمه ديبارتمنت، وحده بالانفستمنت ديبارتمنت، وحده بالفاينانشال ديبارتمنت، وحده بالكونستراكشن، وحده بالكواليتي، وحده بالبروكيورمنت، وبعدين كمان اخواتي الصبيان كمان عم بكفوا معنا. بابا اسس هذه الشركه ونحن بارتنر فيها، وحاطين كل قلبنا وحياتنا تنقدر ننجح بهذا الدومين. ما فينا نذكر انه وراء كل رجل عظيم امراه، فيها كمان فينا نقلبها فايس فيرسا، انه وراء كل امراه عظيمه رجل، كيف اذا كنا نحن خمس بنات ورانا بيت. كان عندي مؤهلات من ايام المدرسه انه فوت بفيلد الهندسه، بلشت اول شيء هندسه از تشالنج، ومره مره صرت احبها من بعد الكورسات، وبعدين وقت ما بلشت اشتغل فيها كبرت مسؤولياتي فيها، صرت احبها والمع اكثر فيها. اهم شيء المراه تعرف مزبوط الشغل اللي بدها تحكي عنه، تعرف حالها وين البوزيشن تبعها هي بهالمرشي كله، وتعرف شو نقاط القوة والضعف تتقدر تحكي عنه. بتلاقي هيدا نوع من التحدي لأنه ما بتلاقي كتير من النساء بتتخصص فيه. تخيليني كل يوم وجه بوجه الموتورات، وخاصة وقت ما يكون في عنا مشاكل فيه. أمرار بدق لي زبون من أفريقيا بيقول لي إنه في عندي مشكلة بالموتور، أول ما أحمل التليفون عم ساعده ما بيتقبل إنه أنا عم ساعده بمشكلة مثلا في بالكرانك شاف بقلب الموتور، إنه سوري أكيد عم تحكي معي. Believe in yourself. نحن بيركنز ديستريبيوتر من أكثر من 30 سنة بلبنان، وأخذنا من سنتين أورد ل 22,000 موتور. هيدا كله النجاح أكيد بدك مساعدة وفاسيليتي من بنك راقي تيقدر يساعدك تتطوري أكثر وتكبري. معرفتنا بليلى مش بس معرفة صداقة، عندهم شركة صار لها 35 سنة مؤسسة بلبنان، يعني مش هدفها النجاح، ناجحة، شركة ناجحة جدا. بصراحة تكنيكال تريننج كاكسبرت ما كنا لاقيين نحن بحاجة إلها، كرمال هيك فتنا على الفاسيليتيز اللي هن ممكن يدعمونا فيها وبنبرع أكثر وأكثر، خاصة إنه نحن عندنا صناعة وطنية وبده يكون في عندنا اكسبوجر للأرب وورلد. نحن كان هدفنا أوسع من هيك، هدفنا إنه الصناعة اللبنانية تبين بالوطن العربي. شاركي بدعم الاقتصاد اللبناني. هالمرة زيارتي لليلى بالغازية مش حتكون زيارة صديقة، حتكون زيارة دعم من البقلسة. طموحي أنا كامرأة حيوصلني لمحل أقدر ألمع وشوف حالي فيه. ما في شيء مستحيل. تقريباً منصنع شي 10,000 مجموعة كهربائية بالسنة، وهونيك الستوك الأسامبلت هون وين نعمل كابلينج هيدا السايد وهيدا السايد، من بعد ما نعمله تستنينج للجنسر هيدا شو؟ هيدا خالص؟ ايه هذا خالص وتستد وبده يروح عند الاند يوزر. لا كاتم صوت وبعدين الكاتم صوت بعد لفوق. اوكي تاني سايد. بنعطي تريننج للامبلويز بنفس الوقت بنعطي تريننج للكاستمرز ليقدروا كل الاند يوزر والاو اي انز يكونوا ابديتد لكل التطور اللي عم بيصير بقلب الانجنز وبقلب الالترنيتر. النجاح ما بيكمل وبيلمع الا اذا بتحطي ايدك بالشغله، معناتها اذا ما بتنزل تشتغلي بقلب الموتور وبتفهمي شو كل كومبوننت ما بتقدري تحلي مشكله الموتور، فالكونسبت اللي بيقول انه مهندس يقعد ورا مكتب هذا كونسبت كثير كثير غلط برايي. شركة
شفتي هلا شركتنا والمعمل وحجم الشغل، بنجمع المحرك على المولد ليعطينا مجموعه كهربائيه كلها مصنوعه بلبنان. مش دائما اللارج كلاين بحاجه لدعم بنك، اكزامبل غدار مثلا، المهم انه نحن قدرنا خلقنا لهم كومبتيتيف ايدج من خلال التمويل العربي. البنك ماضي مع التمويل العربي، هيدا الشيء بيساعدنا نعطيكي تسهيلات بفوائد مخفضه. هذه الاجراءات انتم بتتكفلوا فيها وقد ما تكون وقت فيهم؟ المده قليله، بمجرد يكتمل الملف باكتمال اكيد كل الاوراق بدي 3 جمع. دعمكم بدي اياه يكون بمحله. هلا كنت متكله على البابا بس اتكالي اكثر هلا عليكم. انا ما جاي اخذ محل بيك، انا جاي ادعم دعم بيك. فيك تستفيدي من تريننجز لإلك وللتيم عندك، وفي عنا كمان حتى فرص تواصل اجتماعي، وبعتقد هذا كثير بفيدك لانه انتم عندكم اكسبوجر لبرات لبنان. نحن هون حدك ومعك لندعمك للاخر. Dare to be different. صحيح انه البابا اسس الشركه ودعمنا نحن انا اخواتي الخمسه تنبرع بهذا الفيلد، بس اكيد على طول هذا الدعم هو اللي كبرنا وقدرنا نوصل اكثر واكثر. يعني هذا الدعم الحقيقه هو الواحد اللي بيشتغل لاولاده. انا اسست شركه كبيره واولادي كلهم بيشتغلوا بالشركه، وتحت نظري انا بهمني انه يطلع جيل معتمد على حاله وجيل كفو انه يكبر هذه الشركه لتصير بمصاف العالميه. مشان هيك انا بديهم هن ياخذوا قراراتهم ويستعينوا بقرارات غيري انا. حسي حالي بين ايدين امينه وعندي السبورت الكامل، يا اما الدعم من البابا وكمان من البقلسي. هلا المرأة عندها الإمكانية مثل الرجل بالضبط إنه تقوم بهذا الدور. كوني قوية. أنا قوية، أنا عندي هدف، أنا قدها، أنا امرأة. كلنا منرتعب من كلمة فرد، كيف إذا انسحب علينا؟ تعلموا كيف نتفادى رصاصة. Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Portofino Infinity Collection.